أخبار اليوم. دكتور هاني مسيري، بنرحب بحضرتك بوابة أخبار اليوم. والنهاردة حفل تخرج الأكاديمية العربية البحرية، شفنا مشاريع تخرج متميزة. إيه سبل الدعم اللي ممكن تقدمها المحافظة؟ اولا انا برحب بيكم في اسكندريه، وبشكر يعني ان انا بادعو في هذه المناسبات السعيده، لان طبعا اسكندريه ومصر كلها محتاجه لمناسبات سعيده الحقيقه اكتر شويه. كل الدعم الحقيقه، يعني اذا كان يعني مجرد حتى وجودي بيفرح الناس، بيفرح الاهالي، بذكر الاولاد باهميه دور الاهالي وبشكرهم عليه، فطبعا دي حاجه بسيطه اقدر اعملها. بالنسبه للمحافظه نفسها، حضرتك طبعا تعرف التوظيف صعب شويه دلوقتي، لان الحكومه الحقيقه يعني ما عندهاش وظائف موجوده، لكن انا بفتح معهم التمرين الصيفي، اللي يحب يجي يتمرن معانا، اللي بيحب يجي يساعد بدون مقابل اهلا وسهلا، ده بلده برضه، لغايه ما يجي له التعيين يشرفنا، وانا اعلنت ذلك في هذا المكان. وطبعا انا بحب اتواصل معهم، اللي عنده مشروع وانا نفسي ان احنا يبقى عندنا الشباب قادر ان هو يبقى عنده فكره رياده الاعمال، ما يبقاش عنده منتظر وظيفه. فانا عندي طبعا امكانيات ان انا اقدر اساعدهم، فطلبت منهم يتواصلوا معايا على الايميل طبعا، وهنعمل طبعا هتشوفوا في اليومين الجايين فيسبوك، بحيث ان انا كمان اعمل سكايب واقدر اتحدث معهم واقدر اتلاقى معهم عن طريق الانترنت يعني. فحاقدر اديهم مساعدات مهنيه بسبب خبرتي ان انا اقدر اساعد في رياده الاعمال وتنميه الاعمال، فتحت امرهم انا موجود للتواصل سواء بالايميل او بالفيسبوك ان انا اقدر اساعدهم يعني. رمضان على الابواب وكل سنه وحضرتك طيب. ايه هي التحضيرات اللي تمت من المحافظه لاستقبال رمضان وتوفير السلع وخطط المروريه؟ هو العادي طبعا، احنا للاسف انا جاي بقالي دلوقتي 3 اشهر وشويه او داخلين على 4 اشهر، فلحقت انقذ ما يمكن انقاذه استعداد، بس الحمد لله هو الكفاءه اللي موجوده في الجهاز الاداري قامت بالواجب وزياده. عندنا وكلاء الوزراء محترمين الحقيقه، وبالذات التموين وهو ده الاساس، عندنا كفاءه تموينيه ممتازه، في رقابه على الاسعار، خلقنا مجموعه عمل مدني تراقب الاسعار وتبلغني، مش مجرد بس الوكلاء الوزارات هم اللي بيكلموني، لا المجتمع المدني، فعن طريق الواتساب او الانترنت بيبعتوا لي تقارير عن كيفيه وجود الحياه، طبعا التواصل مع غرف التجاريه لتواجد السلع ومع التجار وغيره، فهي دي الاستعدادات. الحمد لله اقدر اقول اسكندريه مستعده ان شاء الله. محافظه اسكندريه بتعاني من فتره طويله جدا، سنوات طويله جدا، من ازمه العشوائيات. ايه الحلول اللي اتخذت وايه؟ لا الحقيقه احنا عاملين حصر بالعشوائيات مؤخرا، ولسه عرض عليا التقرير في خلال شهر، بس انا اول ما جيت هي اول حاجه عملتها كانت زياره غيط العنب. المشروع ده الاسكندريه المحافظه داخله فيها بقوه شديده جدا، مشروع تقريبا 500 مليار، لميناهم كلهم الحقيقه بفضل الحقيقه الرئيس السيسي، كان مصمم ان هذا المشروع يكون 100% من تبرعات اهل الخير، وفعلا قامت الجامعات مختلفة وبقيادة هنا رئيس المنطقة الشمالية اللواء الزمالوط، الحقيقة كنا بنقوم بمجهود جبار وقدرنا نوصل لغاية دلوقتي من متبرع واحدة وطال البنك الأهلي الحقيقة كتر خيره 150 مليون جنيه تبرع بها البنك. فالمشروع متكامل دلوقتي تقريبا 1700 وحدة سكنية هيكونوا موجودين، هتنقل اسكندرية إلى مصاف آخر خالص في القضاء على العشوائيات، لأن هيكون في مراكز تدريب مهني، هيكون في مستشفى، هيكون في مدرسة، هيكون في مركز ثقافة، والحقيقة لو ما تشوف العمارة هتكون مجهزة بالكامل، لدرجة أن الرئيس دايما بيطلب المزيد من الجهد، وفعلا المزيد من الجهد، وطلب أن يكون في مفروش بالكامل من أول المكوى إلى التلاجة والعفش وكله. فقامت ورش المقاولين العرب بالزياره كمان، وهيقوموا بتصنيع بسعر مخفض، وفي رجال اعمال تبرعوا بكل الادوات الكهربائيه الموجوده للمركز، ودلوقتي تقدر تشوف مكان مجهز، عملنا نموذج وجهزناه 100% بكل الامكانيات اللي فيه، فتقدر تروح تشوف المشروع بنفسك وتقدر تتعرف على جوده الخدمات. وفي مسجد يضاهي الحقيقه مسجد في ديزاين والتصميم بتاعه، مسجد الحرام. في صورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ما اعرفش ايه مدى صحتها، اللي هي بتاعت الصور اللي موجودة على الكورنيش. لا الحقيقه بص، لازم يكون فاهم ان في تعديات، انا لسه بقول ان البلد لسه فيها الوحش وفيها الكويس. طبعا الوحش ده ممكن يكون الصوره حقيقيه وازيلت الحقيقه، لان هو بس عايز اقول برضه في وحش وفي مش عارف،
ايه هو واخد حته ارض موجوده واخد حق استغلال لفتره محدده اللي ايوه الحكومه ادت له فتره الاستغلال دي، بس يمكن شايف ان من حقه ان هو مثلا يحط سور ويعيق، فاحنا بنطلع بنصححه وبنشيله. طبعا الناس الحقيقه ما عندهاش صبر من كتر ما هي صبرت فتره طويله، فعايزه كل حاجه تنجز بسرعه، فانا اشكرهم على هذا. بس احنا بنقدر نقوم بالعمل الحمد لله، وازلنا اللي نقدر نزيله، ولازم نكون احنا نحط خطه بقى من المنبع. احنا هنقعد في الشتاء وده خلاص كمان شهرين ثلاثه الشتاء يخش، ان احنا نقدر نحط خطه للصيف اللي جاي مظبوطه. اي حاجه علو على البحر تبقى مسموح بيها، لا مش مسموح بيها تنزل تحت الارض، اي معوقات تتشال وازاله نقدر نزلها في الشتاء. من نقطة حق الاستغلال للشواطئ، عايزين نعرف أين شواطئ الفقراء في الإسكندرية؟ بص خلينا بس نكون واضحين حاجة، هو في يعني فهم خاطئ لكلمة الخدمة لمن يطلبها. الشواطئ حضرتك لما تخش عليها هتلاقي فيه الخدمة لمن يطلبها. يعني ايه؟ يعني انت دخلت مطعم او كافيتيريا وقعدت على الكرسي، ممكن ما تدفعش ولا مليم وتمشي، بس لو طلبت حاجة هتدفع تمن. دلوقتي الخدمة لمن يطلبها دي شواطئ كتيرة، معلش حضرتك ما تطلبش كرسي، هات كرسيك وخش بيه مفيش مشكلة. لا هيدخل، انا اتحداك حضرتك وعندك الايميل بتاعي وعندك التواصل انك تيجي تقول لي فين ما دخلتش وهتلاقيني انا معاك وبنصور واحنا داخلين. ايه خطة الصيف السنة دي؟ ده سؤال واسع جدا. يعني ايه خطة الصيف؟ لا تعالوا عشان تنبسطوا، هي دي الخطة حضرتك. الخطة مؤهلة دلوقتي، عندنا الإسعاف، عندنا المستشفيات جاهزة الحمد لله، إن شاء الله ما يجيبش شر، وعندنا الإمكانات بالنسبة للشواطئ، عدلنا في شروط استخدام الشواطئ إن احنا ندخل مواصفات بيئية أحسن شوية، الخدمات الصحة هتكون موجودة برضو بتواجد تفتيش، فده موجود الحمد لله. بشكر حضرتك جدا يا فندم.